the presence of fats in our bodies decrease the secretion of hydrochloric acid and delay the digestion. الناس اللي بتتغذى كتير على الدهون لكن اللي بيحصل delay لعملية digestion ليها وبيحصل زي عملية ابتلاء نتيجة لوجود هذه الدهون. خلاص يبقى في عندي أربع أو خمس أهميات للدهون ذكرناهم في المقام ده، ولكن في نفس الوقت لابد إن احنا نذكر البيولوجي السيجنفكت للكربوهيدرات عشان الاثنين ما نحطهمش، لا ما ننساش حاجة. ساعات بلاقي في الامتحان مثلا واحد يكتب لي حاجة من الكربوهيدرات وأنا أعرف بالدهون أو العكس. خلاص ده ليه؟ لأن هو ما ذاكرش كويس. خلاص يا شباب؟ طيب. نلاحظ الكلام بتاعنا النهارده برضه عدة كلمات صغيرة إن إحنا خدنا معرفة العنصر الزائد من العناصر الوجبة الغذائية أو النيوترينتس، أخدنا فيها أربع عناصر، خدنا فيها الأيدنتيفيكيشن ثم السورس ثم الكلاسيفيكيشن ثم البيولوجيكال كومبوننت. تمام؟ أخدنا الأيدنتيفيكيشن قلنا إن الليبر عبارة عن أوريجينال أورجانيك كومبوننت دي كاربون هيدروجين أوكسجين أند أوسو ليبر less than the presence in carbohydrate. This leads to insoluble, in water, but soluble in an organic solvent. Organic solvent such as ether, benzene, chloroform, alcohol, in the division of the organic solvent. التاني السورس فكان في عندنا انيمال سورس وعندنا البلانت سورس. البلانت سورس زي الكورن اويل زي الاوليف اويل، الانيمال سورس زي القصب زي الماكرين. دول بنسميهم انيمال سورس. وكمان الديري برودكتس، الديري برودكتس الموجود فيها الانيمال سورس اوف ليبل. الحاجه الثانيه الكلاسيفيكيشن اوف ليبل قسمناها الى ثلاث انواع، قلنا ان في عندنا ليبل، في عندنا كونجوجيتد، في عندنا سترايب. والسيمبل قلنا ان هي نوعين هي كمان افات اويل بالاضافه الى الواك، وقلنا ان الفات والاويل ليه ات روم تمبريتشر، الواك بيبقى سوليد ات روم تمبريتشر. واتفقنا ان الفات من الناحيه الكيميائيه بينحصر في المكونات، قلنا ان الاستر او فات اسيد والكوليسترول ده ينطبق على الاويل، الاستر والفات اسيد والالكول هذا الغرض من الكوليسترول ده ينطبق على الواكس. قلنا ان كل ليفل مكونه من الاستراكشر ده، فلو قلنا ان ثلاثه فاتي اسيد مرتبطه بالكوليسترول هنسميها ترايجلسترايد، اثنين هنسميها دايجلسترايد، واحده هنسميها مونو جلسترايد. اما جينا نتكلم على الفاتي اسيد قلنا ان في نوعين ساتوريتد وان ساتوريتد. الدهون اللي بتحتوي على ساتوريت الفات الاسيد هسميها ساتوريت الفات او ساتوريت الليفل. الدهون اللي بتحتوي على ان ساتوريت فات الاسيد هسميها ان ساتوريت الفات. قلنا ان المهم للجسم ايه؟ الان ساتوريت الفات. ليه؟ لانها بتحتوي على دبل بوند، وبالتالي نجد انها هامه جدا بالنسبه للجسم. الحاجه اللي بعد كده اللي اتفقنا عليها قلنا ان لما في الاسينشال ونون اسينشال فاتي اسيد، برافو عليك، ما هي كمان؟ قلنا ان الاسينشال ات ماست بي كونتيند ان اور دايت، النون اسينشال ذا بودي كان سيت انسايد ات. اوكي؟ نفس المنظومه دي اتكلمنا كمان في الكونجيوجيت ليفل، بتيجي تاخد مجموعه فوسفيت مثلا على سبيل المثال، مش هي بس دي المثال اللي على الكونجيوجيت ليفل، لكن بنجد ان الفوسفيت دول بتيجي تاخد مكان فاتي اسيد وتكون لي الفوسفوليبيد ليه؟ بيبقى اسم عام ليها، ولكن مثال واقعي اللي هي ماده الليبتين هي اهم مكون من مكونات الليبتين اللي موجوده في البلازما ممبرين الخليه والميتوكوندريا ممبرين، الاثنين موجود فيهم نفس الكلام ده. زي ما قلنا الستيك فينوت بيحتوي على الاثنين، الاثنين ممكن يعمل ديجيشن للليبتين وبالتالي يعمل بروكن للخليه. الحاجة الأخيرة اللي اتكلمنا فيها وهي عبارة عن الدراج ليميت، قلنا من أهم الأمثلة للكوليسترول والبايت أسيد، قلنا إن الكوليسترول ده المين سورس
source of formation of hormone and vitamin D وان الكوليسترول صحيح هو مادة بنجد ان معظم الناس بتقول عليها انها مادة مضرة ولكن اي مادة بياخد البني ادم فيها في الاكل باعتدال ما تعتبرش مضرة ولا حاجة بقى انا عكس مهمة بالنسبة للجسم. بعد كده اتكلمنا على العنصر الرابع هو بيولوجيكال سيجنفكانس اوف فات وقلنا ان اهم حاجة ده important source of energy 1 جرام is 9 كيلو كالوري. حاجة تانية انها المين كومبوننت اوف سيل ميمبرين اند ميتوكوندريال ميمبرين بالاضافه الى ان الكوليسترول بيبقى مين سورس للهرمونز والفيتامين دي بالاضافه الى انها بتعتبر انتجريت. انتجريت يعني ايه؟ عادي عندي الاندر سكين لاير اوف فات make an integration to prevent the loss of heat during the cold weather. في أثناء عملية البرد نجد إنها بتمنع عملية انطلاق الحرارة وبالتالي بتحافظ على درجة الحرارة دي. إن شاء الله المرة اللي جاية هنتكلم على البروتين ونشوف الفضلات بتاعتها اللي هي بتتكون من الأمينو أسيد اللي هي الإتنشن أمينو أسيد والنون إتنشن أمينو أسيد. إن شاء الله نشوفكم الأسبوع اللي جاي بإذن الله. أي سؤال شباب؟ في أي سؤال يا رب؟ الشباب اللي هناك كلهم ما فطروش. أي سؤال؟ نشوفكم على خير إن شاء الله.